السلام عليكم زبائن ماركت موديل في البريطاني، نعرض لكم اليوم عصارة الفواكه اللي تكون بموديل جي 710 ساعات 800 واط وبسرعتين الماطور نحو صافي 100% بذات الطرد المركزي، يعني يفصل العصير عن القشور. أما أجزاء تكون ضغط الفواكه معدل 1 لتر مع صندوق قشور الفواكه. راح أشوفكم تركيبة وتفكيكه جدا سهل. هاي بالنسبة للدوكة مالتي 1 لتر، هاي الضاغطة مالتي، وهاي الجزء الثاني مالتي، وهاي يعني جدا سهل ايضا تركيبه، وراح يكون بفراغ التمصاح. بالاضافة الى الجهاز يكون بسيفدي، الجهاز يكون بسيفدي امان، يعني اذا ما قعد عدل ما راح يشتغل. ويكون يعني هنا الطريقة الثانية، يعني الفواكه هنا تتخلى بحجمها الكامل، مثل التفاحة كاملة أو الموزة كاملة أو الرمان أخليها كاملة، شوندر ما شوندر، حتى الخضروات نقدر نشتغل بها. قلت لكم يجي بسرعتين وراح أشغلكم إياها وتشوفونها. طبعا نسيت أذكر لكم هذا بمانع انزلاق، يعني عد ما يشتغل ما راح يتحرك من مكانه. راح اشغلكم اياها وتشوفون صراحة. هاي الدرجة الأولى راح نشغلها هسه. هاي الدرجة الثانية. مثل ما شفتوا حتى صوته ناعم، ما يكون مزعج مثل باقي الخلاطات الثانية. المنتج ضمان لمدة 3 سنوات مقدمة من شركة موديكس.